عوده على 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكم مره ثانيه في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، والفقره دي هنتكلم فيها عن الشطرنج. واعتقد ان احنا كنا من اوائل البرامج اللي اتكلمت كتير الحقيقه عن هذه الرياضه، وحاولنا نوصل لحضراتكم هي الى اي درجه مفيده جدا للعقل. وكمان يعني الفتره الاخيره الحقيقه شهدت طفره ملحوظة وانتشار شديد وكبير لهذه الرياضة، طبعا بحسب الاتحاد يعني والشغل الرائع اللي هم عاملينه. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع دكتور هشام الجندي رئيس اتحاد الشطرنج المصري. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. سعيد دايما بتواجد في النادي الاهلي. بتنورنا يا فندم. يعني انا فاكره ان احنا كان لنا لقاء دكتور هشام اول لما كان البرنامج لسه في بدايته. صحيح. يعني 2020 في اوائل الشهور. صحيح. الاولى. صحيح. اتكلمنا مع حضرتك وقعدنا نشرح واتكلمنا عن شغل الاتحاد، ومن ساعتها لغايه دلوقتي شغلك كتير جدا على الارض وبطولات كمان خدناها بشكل كبير. فاعتقد ده يعني شق لازم نتكلم فيه بشكل اكثر تفصيلا. عندنا كمان بطوله شهر اغسطس مهمه جدا، فنبدا ايه بقى يعني تحب نبدا منين؟ والله طبعا انا بشكر قناه النادي الاهلي الاول على فعلا من سنتين بدا تشجيع متواصل لينا، وده بيشجعنا اكثر وبيحفزنا ان احنا الحمد لله اخيرا وجدنا الاعلام يهتم بينا شويه. معنا الشطرنج والاسكواش اكثر رياضتين في مصر بيعملوا انجازات، وهم رمز الالعاب الفرديه، واللي دايما بالنادي ان هم يبقى في دعم ليهم اكبر، ونتمنى ان ده يتحقق قريبا ان شاء الله. الشطرنج المصري في خلال 10 11 شهر فقط بنستضيف 6 بطولات عالميه وافريقيه وعربيه. بدانا في شهر 11 اللي فات عملنا بطوله البحر المتوسط، وبعديها بطوله الانديه العربيه والمدن العربيه، وحاليا عندنا بطوله افريقيا الفرديه للرجال والسيدات المؤهله لكاس العالم، وكمان عندنا بعد شهرين في بطوله افريقيا للناشئين للفئات السنيه كلها من 8 سنوات ل 18 سنه اولاد وبنات. بعد هنتوج الكلام ده كله في بطوله في شهر 8 ان شاء الله هتبقى في المتحف الكبير. في المتحف كمان الكبير يعني الاختيار من المكان رائع. حي يعني حي احنا عايزين نعمل حدث، عايزين 1000 لاعب 1500 لاعب حاجه كده، نعمل ريكورد ندخله موسوعه جينيس العالميه. كمان عندنا في شهر 10 هنتوج المجهود كل دوت ببطوله العالم للناشئين لاول مره في مصر والمنطقه. حلو جدا. وفعلا تفصيله المتحف المصري الكبير تفصيله في منتهى الذكاء، وان شاء الله هتؤتي ثمارها، لان فكره ان ابطال العالم في الشطرنج هيكونوا موجودين وبكل ما في ذلك من تغطيه صحفيه بطبيعه الحال. يكفي بس المكان او اللوكيشن اللي هتتلعب فيه الفعاليات، ده شيء رائع جدا. انا كنت حريص ازور المكان امبارح، والحقيقه اداره المتحف كان رحبوا جدا وقدموا كل التسهيلات، وان شاء الله بصدد اتمام الاتفاق خلال الايام القادمه ان شاء الله. حلو جدا. طيب خليني برضو اروح مع حضرتك ليه احنا بنتكلم دايما عن البطولات المختلفه، البطولات المؤهله للاولمبياد، بس احنا عايزين نطمن كمان، يعني طمنا اكتر كاستعدادات دكتور هشام، والى اي مدى ممكن ان احنا نقول نسبتنا في ان احنا نوصل وكمان نحصل على ميداليات؟ احنا عندنا الاول قبل ما ننسى في عندنا دوره الالعاب العربيه في الجزائر في شهر 7 الجاي. كويس. دايما مصر في دورات الالعاب العربيه والافريقيه دايما بترجح كفه مصر في الترتيب العام، واحنا دايما بنشارك مع وفد اللجنه الاولمبيه المصريه، ودايما الشطرنج بيحصد 7 8 ميداليات ذهب في كل الدورات العربيه والافريقيه في كل مره، وبالتالي بنساهم ان مصر ان شاء الله تحافظ على مركزها الاول. احنا شطرنجيا رقم 1 في افريقيا، رقم 1 في العرب، عندنا بطل عالم الشباب احمد عدلي اللي على الصوره حاليا، عندنا الدكتور باسم سمير المصنف 30 على العالم، عندنا نخبه من الناشئين دلوقتي بطوله افريقيا للناشئين عملناها السنه اللي فاتت كانت في زامبيا اخر نسخه، والسنه دي عندنا السنه اللي فاتت في زامبيا ناشئين مصريين كسبوا 13 ميداليه، منهم 9 ذهب واثنين فضه واثنين برونز، يعني شبه اكتساح. ده ياكد ايه بقى؟ ياكد ان احنا نسبه الذكاء عندنا يعني كويسه، لان الشطرنج في الاول في الاخر هي رياضه تعتمد على التفكير والعقل والتركيز وحسن الاداره، يعني حاجات كتيره جدا. الشطرنج الفراعنه هم اللي اخترعوه. لما تم اكتشاف مقبره توت عنخ امون 1922 وجدوا لعبه بدايات الشطرنج وشبيهه بالشطرنج، وده اكد ان الشطرنج اصله فرعوني وليس هندي كما كان معروف قبل كده. فالشطرنج لعبه مصريه قديمه، المصريين مميزين، كان في الشطرنج وفي السيجا وفي العاب اللي هي العاب الذكاء دي كلها موجوده من مصر من زمان. عندنا احنا اهتمينا في اخر كام سنه بقطاع الناشئين تحديدا. عندنا في مصر حاليا 20 اكاديميه لتعليم وتاهيل الناشئين، منها تبع انديه كبيره، عندنا وادي دجله، عندنا سموحه في اسكندريه، عندنا هليوبلس، عندنا الصيد في الدق وفي 6 اكتوبر، انديه كبيره مدينتي والرحاب، كل دي فيها اكاديميه شطرنج وقاعده، كل نادي فيه حوالي 200 300 ناشئ. حلو. تخيلي حجم الاكاديميه. على ذكر الناشئين يعني بنتكلم على الاصغر سنا. نعم. من زمان دايما احنا كمصريين ما تفهمش بقى الكلام ده كان مبني على دراسات او ابحاث ولا مجرد هي خيالاء، يعني الواحد بيبقى حب الذات او حب يعني بنزعه قوميه شويه، يقول لك دايما الطفل المصري من اذكى اطفال العالم.
وإذا ما أتيحت لي فرصة أن هو يدرس مثلا أو يعيش في أجواء لطيفة بينتج عنه إنجازات كبيرة أوي. واحنا بنتكلم عن رياضة الشطرنج أو لعبة الشطرنج اللي هي في المقام الأول جزء كبير من خصائصها ومقومات اللعيبة المميزين فيها الذكاء، هل لاحظتوا فعلا أن الطفل المصري مختلف شوية عن أطفال الدول التانية؟ ولا دي مقولة احنا بس بنرددها بيننا وبين بعض؟ لا دي حقيقة، دي حقيقة، قد تكون فيها بعض المبالغة شوية لكن ده في الواقع بنلاقيها حقيقة. بقول لحضرتك عندنا كم من الناشئين دلوقتي لا تتخيل، عندنا أكثر من 1200 ناشئ في الأكاديميات المختلفة في الأندية الكبيرة وفي الأكاديميات الخاصة، ومنهم 30 ناشئ راحوا لعبوا بطولة أفريقيا اكتسحوا الميداليات كلها في فترة تدريب 6 شهور لسنة لا تتجاوز كده. فما بال حضرتك بعد سنة واثنين، احنا ماشيين في الطريق صح ان شاء الله. عندهم الاستعداد الذهني اللي ممكن يبنوا عليه بعد كده في حياتهم المستقبلية. والشطرنج تحديدا من الألعاب اللي بتنمي الكلام ده. الشطرنج حضرتك دخل في المدارس في 80 دولة على مستوى العالم، موجود في المنهج المدرسي الرسمي والولاد بيمتحنوا فيه آخر السنة. ليه بقى؟ لأن الشطرنج بيعمل 3 حاجات. أول حاجة بيزود القدرات الذهنية والمعامل الذكاء الاي كيو والحاجات دي بالنسبة للأطفال. تاني حاجة بيكون شخصية الولد والبنت في مرحلة من 6 سنوات ل 12 سنة بشكل إيجابي، يعود يتحط في مواقف صعبة يفكر والتفكير الاستراتيجي والتفكير المنطقي والاستراتيجي ويبقى عنده رؤية مستقبلية وعنده قدرة على التخيل. كل ده بينميها. كمان بيطور التعليم اللي احنا بنشتكي من تعليم مستوى التعليم والدروس الخصوصيه والكلام ده. الشطرنج لاعب شطرنج اولا متفوق، ما بياخدش دروس، متفوق في دراسته، كل خريج الاكاديميه البحريه، خريج طب، خريج هندسه، كل لعيب شطرنج جيد، لعيبه المنتخب كلهم اطباء، خريج اكاديميه بحريه، البنات مهندسات في كليه الهندسه. ليه بقى؟ لان الشطرنج بينمي استيعابهم للمواد العلميه والحسابيه اللي فيها ارقام ومعادلات. طبعا. الحساب، التفاضل. ليش محامي عندك في الشطرنج متألق؟ محامي؟ عندي محامي في عضو مجلس إدارة الأستاذ أشرف ناجي. عندنا يعني برضو المحامين شوية لا لا عاملين شغل فيه عندنا وكي. كل الفئات الحقيقة. طب أنا عندي سؤال برضو دكتور هشام، لأن أي رياضة إن كانت في الأول وفي الآخر الناس دايما تبقى عليها على الأولمبياد، هل إحنا أصلا يعني وضعنا إيه في الفكرة وفكرة المشاركة؟ رغم إن حضرتك بتدينا صورة رائعة جدا دلوقتي وما شاء الله إحنا رانكينجز رائعة والأفضل والأفضل، بتكلم إفريقيا وغيره. طيب ايه وضعنا من الاولمبياد؟ الشطرنج زي الاسكواش انجازات عالميه، ابطال عالم، لكن لسه ما عملنا محاولات. الاتحاد الدولي انا فاكره حضرتك قلت لنا قبل كده 1999 لاول مره اللجنه الاولمبيه الدوليه، كان ساعتها اللي ماسكها اخوان انطونيو سامرانج، اعترفوا بالاتحاد الدولي للشطرنج كاتحاد رياضي الاول. كانوش معترف بالشطرنج كرياضه، الشطرنج كان تبع النشاط الاجتماعي والثقافي والحاجات دي. 1999 بدايه اللجنه الاولمبيه الدوليه اعترفت بالشطرنج كاتحاد رياضي. السنه اللي بعديها في اولمبياد سيدني في استراليا الشطرنج دخل بشكل استعراضي واتعملت مباريات بشكل استعراضي، لان عندنا في الشطرنج 3 انظمه كتمهيد لاحقا. يعني احنا عندنا الشطرنج الرسمي الكلاسيكي اللي هو بطولات العالم، لسه بطوله العالم من كام يوم خلصانه، ولاول مره في تاريخ لاعب صيني يفوز ببطوله العالم وينتزع اللقب من روسيا والدول التانيه. كان دايما الهند وروسيا المهيمنين. علينا اول مره لاعب صيني، فالصين داخله الحمد لله بكل حاجه. الصين مش سايبه حاجه تقريبا، مش سايبه حاجه فعلا. لا مش سايبه حاجه. يعني في تطور في المجال دوت، فعشان كده احنا لما بنعمل بطولات او بنصير بطولات. فالشطرنج لسه ما دخلش الاولمبي رسمي، لكن عندنا اولمبياد خاصه بالشطرنج بتعمل كل سنتين، بيشارك فيه 190 دوله على مستوى العالم. فلكن لعبه زي الاسكواش مصر متسيداها. نفس الوضع بالنسبه للشطرنج. فاللجنه الاولمبيه الدوليه قال اشتغلوا استعراضي كام فتره، ولعبنا في برضه في اليونان في اثينا 2004 برضه استعراضي. بعد كده قالوا بقى كل دوله بتستضيف الاولمبياد، احنا مش هنزود الالعاب الاولمبياد الخاص، احنا بنتكلم لا الاولمبياد الرسمي، الالعاب الاولمبيه الصيفيه اللي كانت في طوكيو المره اللي فاتت، مش البارالمبيه يعني. لا الرسمي الاولمبي. قالوا كل دوله بتستضيف ليها حق تضيف 5 العاب زي ما هي عايزه، غير الالعاب اللي احنا خلاص مش هنيجي ناحيه الالعاب القديمه المعروفه، الفوتبول والكوره والسله والحاجات المعروفه والعاب القوى والحاجات دي خلاص هنسيبها ثابته، دي ملزمه. لكن كل دوله تضيف 5 العاب، فاحنا بنحاول يعني مثلا باريس 24 الاتحاد الدولي بيحاول معاهم ان هم يدخلوا الشطرنج ضمن الخمس العاب الاضافيه اللي بيحق للمنظم للجنه الدوره الاولمبيه الدوليه انه يصرف. بس فرنسا طبعا هتختار العاب هتعمل فيها ميداليات. طبعا فمختاره مثلا الجمباز الايقاعي، مش عارف الرقص على الماء والكلام ده كله جميل، بس زي الشطرنج لا. لحسن حظنا السنه اللي فاتت في طوكيو انها اضافوا الكاراتيه والبطله بتاعتها طبعا، واحنا اللي حصلنا الكاراتيه مش موجود في 24. فدي بتختلف بقى الدوله اللي بتختار العاب تمشي مع اتحادات رياضيه لرياضات معينه بتئن وبتعاني نظرا لانعدام تقريبا وجود اي اشكال للدعم ليها، وخصوصا ان هي مسؤوله عن رياضات لوازمها كتير وتكلفتها كتير، ما بين معدات، ما بين ملابس، ما بين حاجات معينه مطلوبه للاعبين. بيتهيألي في دنيا الشطرنج المسائل ملمومه كتير عن كده،
يعني متطلبات الدعم ممكن تبقى اقل بشويه او اقل بكتير كمان من غيرها من مطلوبين من اتحادات تانية. بتتعاملوا ازاي في الملف ده؟ هو الحقيقه طبعا الدعم المادي مطلوب، بس مش هو كل حاجه الحقيقه. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه داعم لنا بشكل كبير جدا، بطولاتنا حاجاتنا كلها بيدعمنا بقدر الامكان، بيحاول يساعدنا في الدعم المادي حسب الدعم اللي متوفر اصلا لوزاره الشباب والرياضه. فاحنا ولكن احنا بنحاول نتاقلم، ندور على سبونسر خارجي، شركات راعيه كده، بنحاول لان لازم ندور على بدائل. انا حضرتك من حوالي 4 سنين قدرت اتوصل لسبونسر كبير وفر لي مثلا 100,000 دولار، قعدت اصرف منهم سنتين ولعبت بطولات عالميه، لان انا ميزانيه الشطرنج هي لعبه مش مكلفه بنمارسها على ترابيزه واثنين يقعدوا اي مكان اللي مارسها. بس المشكله انت عندك ميزانيات لاعداد اللعيبه، ل في معسكرات احنا ما بنعملش معسكرات، بنعمل كل نشاط داخلي. اوكي. كمان عندك بطولات خارجيه بقت اصبحت مكلفه وتذاكر السفر غاليه، فكل ده محتاج موازنات. أكيد. الوزاره بتحاول تساعدنا على قد ما تقدر على قد الدعم اللي هو متوفر ليها اساسا كوزاره شباب ورياضه، لكن الحقيقه الدكتور اشرف صبحي مش مقصر معانا، واحنا بنحاول ندور على بدائل عشان نقدر نغطي مصاريفنا ونشاطنا المتزايد من خلال الشركات الراعيه. طب المنافسات الالكترونيه بقى دكتور هشام، دي هنلاقيها اصلا موجوده، ممكن تضيف ازاي؟ الشطرنج اكتر لعبه استفادت من فتره كورونا. ايوه. الدنيا كلها وقفت، احنا شغالين اونلاين. مسابقات، اعداد، تدريب، بطولات، كل حاجه ما توقفناش يوم واحد. يعني حتى على ارض الواقع المسابقات اللي هي في الانديه والكلام ده وقفناها طبعا حسب نظام وزاره الشباب والرياضه والاعلان ده، لكن احنا كنا مستمرين يوميا على الاونلاين في مواقع كتيره، والشطرنج حصل له رواج كبير جدا على في كمان منصه اظن عالميه اسمها الشطرنج المصري الرقمي. ايوه دي بقى اللي احنا توصلنا مؤخرا مع شركه مصريه كبيره اسمها مؤسسه العباقره كشركه بتتنمي الذكاء والحاجات الالكترونيه والكلام ده، فاتفقنا نعمل فيها حاجه بلاتفورم، هنعمل منصه عالميه الكترونيه باسم الشطرنج المصري الرقمي. دي هتعمل رواج كبير جدا، هتسمح ل 10,000 لاعب ان هم يلعبوا في نفس الوقت على الموقع مع الدعايه طبعا لبراند الاتحاد المصري للشطرنج، مع في اقبال، في مسابقات، في جوائز ماليه. وجود المنصه دي لا يتعارض مع وجود اتحاد تاني معني بالرياضات الالكترونيه؟ لا في كمان في العالم الالكتروني الشطرنج حضرتك من ضمن الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. اوكي. والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يعني. ونخش معاهم في مسابقات، لان الشطرنج هي ماشيه مع الالعاب الالكترونيه. بقول لحضرتك في مواقع على النت ومعتمده من الاتحاد الدولي بتبقى فيها مسابقات رسميه وجوائز ماليه كبيره جدا، وفي اقبال عليها وممارسه، لان الشطرنج في انظمه كتيره، في الكلاسيك اللي هو 4 ساعات وده اللي غالبا بيتطبق في المسابقات اللي هي الفعليه. الاربع ساعات كل لاعب بياخد زمن تفكير ساعتين. في بقى الشطرنج السريع اللي هو ماشي اكتر مع على النت والمواقع الانترنت، 5 دقايق و5 دقايق. طبعا في دقيقه وديه. يا سلام. شيء رهيب يعني، شوف السرعه اللي بيلعبوا بيها ودقه الحسابات ومفيش حد بيغلط، شيء رائع يعني. في دقيقه وديه اسمها بوليت، دقيقه وديه، في 3 دقايق وفي 3 دقايق، في 5 دقايق وخمس دقايق، ومباراه قويه جدا. طبعا يعني بطوله العالم اللي كسبها لاعب الصيني دينج مؤخرا، تعادلوا في المباريات الكلاسيك، بيلعبوا حاجه ثانيه اسمها الشطرنج السريع، هو تفوق في اخر دور واحد بس في اخر مباراه بالشطرنج السريع. اوكي. حسم من خلاله البطوله وخد لاول مره لاعب صيني يفوز ببطوله العالم. كويس جدا. طيب عايزه اروح مع حضرتك برضو لنقطه مهمه، اولا هاخد من كلامك احنا ممكن امتى نفوز ببطوله العالم، حاجه الثانيه فكره برضو الدورات الرمضانيه اللي اتعملت وفي رمضان للشطرنج، برضو اعتقد هي حلوه فكره برضو ان انت بتستقطب اجيال مختلفه، مش شرط يكون اصلا شايفين موضوع الشطرنج او واخدينه على محمل جدي، بس انت بتوديهم زي الدورات الرمضانيه بتاعت الكوره تحديدا. فخلينا نتكلم في ده برضو. احنا عملنا في انديه كتيره، في نادي الصيد، في نادي هليوبلس، عملنا في كل الانديه التانيه بتعمل مسابقات رمضانيه بنظام الشطرنج السريع عشان تلعب فتره ساعتين بس بعد بس بيبقى فيها اقبال يعني. انا كنت في رمضان في نادي الصيد، شفت يعني، انا شفت بعيني. صحيح. وتلاقي الناشئين كتير. لا اعمار اللي شفته اعمار مختلفه، في عواجيز فوق 70 وفي شباب صغير. صحيح. يعني ده كان حاجه. ميزه الشطرنج اللي ما في لعبه ما لهاش اعتزال، عندنا 5 6 سنوات بيبداوا يلعبوا، وعندنا مش عايزه لياقه بدنيه قوي قد ما عايزه لياقه ذهنيه. بس برضه حضرتك اللياقه البدنيه مطلوبه جدا فعلا، ابطال العالم عشان طول طول ما انا قاعد 4 ساعات محتاج يبقى فتنس. انا لو جسمي مش فتنس وقاعد كده ومركز ومصحى يعني مركز. أوكي. في المباريات وعندي قدره على التركيز، انا لا يمكن اقعد 4 ساعات يعني، مستحيل والله العظيم. ده عايز صبر، ده عايز شخصيات مختلفه. البوليت مناسب لحضرتك، دي ودي. انا عايزه مش قاعده والسلام، دي قاعده كمان بتفكري وحسابات ودقه وتخيل. هي عايزه تركيبه معينه. صحيح. من الناس. بس ما في ناس اللي سيبها اللي هو البليتز، بنسميه البليتز 5 دقايق و5 دقايق. ده كويس. وبعدين في نص ساعه ونص ساعه، وفي ساعتين وساعتين 4 ساعات. مؤخرا سمعنا مصطلح جديد انا عن نفسي عمري في حياتي ما سمعته، وفي حاجه اسمها ملاكمه الشطرنج. في بعض الاتحادات بتحاول تعمل كوكتيل، زي مثلا عندنا الخماسي الحديث والثلاثي الحديث بيضموا كذا لعبه مع بعض.
طب ماشي قول الخبز الحديث في حاجات قريبه من بعض. ماشي شطرنج الملاكمه او ملاكمه الشطرنج. يعني ايش لعب من شابي على المغرب؟ في ناس بتحاول تطلع افكار تجمع مثلا بين الملاكمه والشطرنج، ما اعرفش انا شخصيا مش فاهم الموضوع اللي بينهم يعني، بس في ناس بتطلع افكار وبتحاول تروج ليها من باب الفضول بشكل بحت. يعني دي هتتلعب ازاي ملاكمه الشطرنج؟ بيلعبوا مباراه شطرنج ويقوموا منتقلوا على الحلبه، يعني كده في ترابيزه يلعبوا عليها مباراه وبعدين في حلبه جنبهم كده يقوموا يلعبوا عليها جوله ويرجعوا الشطرنج، يعني جوله شطرنج وجوله ملاكمه كده. طب ودي يعني في يعملوا حاجه فايده فكرك الحكايه، يحاولوا يعملوا اتراكتيف يعني يجذبوا الناس للشطرنج بان لعبه ثانيه يرجع يكمل الشطرنج وهكذا يعني. يعني مستغربها شويه، افكار حاسسها غريبه حبتين، بيحاولوا يجمعوا يعني قياسا على الخماسي الحديث والثلاثي الحديث والكلام ده. طيب دكتور هشام، يعني قصه ان احنا بنعمل بطولات مختلفه في اماكن مميزه في مصر دي حاجه رائعه جدا. المتحف الكبير زي انا كريم كنا بنقول اختيار رائع جدا، احنا محتاجين السياحه الرياضيه، محتاجين يبقى فيه تسليط الضوء، ده جزء من الماركتنج اللي ممكن وزاره السياحه وزاره السياحه والاثار هي اللي تكون اصلا معنيه بيه يعني، بس طبعا لازم يكون في تنسيق. الشق الثاني، هل انا ممكن الاقي بطولات مثلا في البحر الاحمر في المحافظات المختلفه؟ انا عندي اماكن في مصر يعني لو نعدها دلوقتي مش هيبقى فيه وقت، فانت عندك الماتيريال او عندك زي ما بتقال كده الامكانيه. انا حضرتك من شهرين بالظبط كنت في شرم الشيخ وتشرفت مقابله اللواء خالد فوضى محافظ جنوب سيناء، واتفقنا بالفعل بطوله العالم. راجل لطيف جدا، انا قابلته كذا مره. بطوله العالم للناشئين في شهر 10 اللي جاي في شرم الشيخ. واللواء خالد فوضى بصراحه موفر لنا كل التسهيلات وهيبقى داعم للبطوله، وبرضه بالتنسيق مع الدكتور اشرف صبحي البطوله هتبقى برعايه وزاره الشباب والرياضه ورعايه محافظ جنوب سيناء. عظيم، تبقى حدث كبير ان شاء الله. ده في اطار حرصنا برضه زي ما حضرتك تفضلت السياحه الرياضيه ونظهر الاماكن الجميله عندنا. طيب حضرتك كنت من شويه يعني في مجمل اجابتك على سؤال من الاسئله كنت بتقول ان في اظن مش عارف 70 80 دوله الشطرنج بقى موجود كمقرر دراسي وبيمتحنوا فيه. صحيح. الى اخره. احنا فين من ده، وخصوصا ان احنا بنتكلم على رياضه يعني ما اسهل ان انت تروج لها اكاديميا على صعيد المعاهد والمدارس والكليات المختلفه، احنا واصلين لفين في التفصيله دي تحديدا؟ احنا بدانا 2015 2016 السنه الدراسيه بدانا في تنسيق وفي بروتوكول تعاون ما بين وزاره الشباب والرياضه وما بين وزاره التربيه والتعليم، وفي تنسيق مع الدكتوره ايمان حسن اللي هي مسؤوله وكيل وزاره التربيه والتعليم ومسؤوله عن قطاع النشاط الرياضي والمدرسي والرياضه المدرسيه. أوكي. وهي نائب رئيس الاتحاد المدرسي الرياضه المدرسيه، فاتفقنا فيها ولسه حتى كنت بتكلم معاها امس ان احنا هنستأنف النشاط تاني ونرجع اللعبه في المحافظات المختلفه، بان نستهدف نختار 10 مدارس في عواصم المحافظات ونبدا بيها في اول سنه وننشر اللعبه كنشاط. احنا مش ما عندناش طموح حاليا ان يبقى ماده اساسيه، لا خلينا نبقى متواجد. طب وليه ما يكونش عندنا الطموح ده، وخصوصا ان حضرتك برضو اكدت من شويه ان الرياضه دي من ضمن فوائدها يعني هيبقى لها ايادي بيضاء كتير على الطلبه. ده حقيقي. فده ممكن بموجب ده ممكن يتم التنسيق ما بينكم وبين وزاره التربيه والتعليم، يعني هل حتى محاولات التواصل دي حصلت؟ جدا، انا لسه كنت لسه امبارح بس امبارح كنت بتكلم مع الدكتور ايمن حسن اللي هي وكيل وزاره التربيه والتعليم لشؤون النشاط المدرسي والرياضه المدرسيه، وهي نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، فهي مقتنعه جدا ان الشطرنج مفيد للولاد، مفيد للتربيه والتعليم نفسها عشان يطور التعليم ومنظومه التعليم بالكامل، ويخلي الولاد ما يعتمدوش على الدروس، لا يعتمدوا على تحصيلهم وذكائهم. هم فكره الحفظ بس ده هنا هيبقى وزياده قدرتهم على استيعاب المواد العلميه، الفيزياء الكيمياء الحساب طبعا. الارقام دي كلها هيتفوقوا فيها. احنا دخلنا الشطرنج في لجنه الشطرنج في المدارس الاتحاد الدولي، عملت دراسات في عدد من الدول الاوروبيه والافريقيه والاسيويه، دخلوا الشطرنج وبعد 6 شهور شافوا درجات الولاد في المواد الحسابيه والعلميه، لقوا في زياده 30% 30%. يا سلام، هايل وتطور جامد وقدره على الاستيعاب. انا بقول لحضرتك كل لعيبه الشطرنج خريج كليات القمه كلها، طب هندسه الحقوق برضه زي ما حضرتك يعني ما تنساش يعني لا الحمد لله لعيبه الشطرنج بيساعدهم ان هو كمان بينظم حياتهم الشخصيه، زي ما هو بيحرك عسكري ويقعد يحسب كل الاحتمالات في حياته برضه بيشوف الصعوبات اللي تقابله ويتعوده، زي ما هو بيواجه الصعوبات على رؤى الشطرنج بيواجهها في حياته ويعرف يتعامل معاها ازاي، يبقى عنده قدره ياخد قرار ويتحمل مسؤوليته وتبعاته كتير، بيكون الشخصيه بشكل ايجابي رائع. يعني كل ذلك الاولاد عندنا بيبقوا متفوقين وناجحين في حياتهم وناجحين في دراساتهم، فالشطرنج احنا عايزين طبعا بنستهدف بعدين ان يدخل ماده اساسيه، بس على الاقل يبقى متواجد. صحيح. وعشان يبقى متواجد في النشاط بعد كده يبقى سهل يبقى ماده. صحيح. لكن هو اصلا مش موجود في النشاط، صعب. صحيح. ان انا اتكلم مباشره ان يدخل على طول كماده اساسيه. ففي تصور ان شاء الله هنبدا قريب، عملنا برضو كام بطوله لذوي الهمم
الله حلو ده، مهتمين بيه بشكل رائع. عملنا بطوله في طنطا من الشهر اللي فات وكان حاضر معانا المحافظ حقيقه الدكتور طارق رحمي. بتبقى اعاقات معلش يعني لو نفهم اكتر، بتبقى من نوع ايه يعني؟ في كل انواع الاعاقات، في اعاقات حركيه، في اعاقات سمعيه، اعاقات بصريه، عندنا لاعب. طب ازاي بيتم بقى يعني لو مثلا اعاقات بصريه؟ الاعاقات البصريه في حد بيساعده. أوكي. حد بيساعده وهو بيقول للنقل. عندنا رقعة الشطرنج فيها ارقام واعمده وحروف، كل في 8 اعمده من الاي لغايه الاتش، وفي 8 صفوف بارقام من 1 ل 8. فبالتالي كل مش صعبه عليهم؟ لا، في شطرنج خاص باللي هم البلايند اللي هم اللي عندهم اعاقه بصريه، في شطرنج عندنا حضرتك بيسميه خاص بيهم. يعني كل الاشكال الاعاقه ما عدا بتهيألي الاعاقات الذهنيه بتهيألي في الحاله دي، مش كده برضو؟ في درجات معينه بيسمح بيها. بيقدروا اللي هم قاعدين بيشوفوا برضو بيقدروا يسلموا، شايفين الرقعه يعني في حد ادنى مطلوب يعني. في حد ادنى مطلوب، اعاقه بصريه، اعاقه ذهنيه، سمعيه، حركيه، كل الانواع بتشارك، وكل واحد له معامله خاصه. العاقه الحركيه ما عندوش مشكله، بس مجرد ان هو حتى بينقل القطع بنفسه. لكن العاقه البصريه بيحتاج حد يساعده. هو بيقول النقله كذا، يقول انا عايز العب الوزير في المربع الفلاني، دي 4 الاي 4 كده، في حروف وارقام للرب. فاللي جنبه مش كده، بقول لك هو مش احنا نفسنا ممكن لا ده عندهم قدره تخيل رهيبه. احنا بعدنا عندنا بطل اسمه محمد يعني. زبيب من المنصوره، لا لعب بطوله في اليونان، بطوله العالم ما شاء الله، ومنتخب ذوي الهمم عندنا سافر تركيا من سنتين لعب بطوله العالم فرق، كان بيمثلوا قاره افريقيا. كان عندي اعاقه سمعيه، عندي اعاقه بصريه، وعندي اعاقه حركيه. فالحمد لله مصر كان في 3 لعيبه من 4 من اصل بيمثلوا قاره افريقيا. موفقين دايما يا رب ان شاء الله في كل اللي جاي باذن الله. شكرا، نورتنا يا دكتور هشام والله كالعاده. وكل حلقه بتبقى معانا اخبار، او حضرتك بتقول لنا اخبار مهمه واخبار حلوه واخبار جديده. فيعني حضراتكم وقناه النادي الاهلي دايما بتشجعونا، ودايما بنعمل حاجات جديده بالتوفيق. واكيد هيبقى لينا لقاء تاني بعد البطوله ان شاء الله في اغسطس ان شاء الله، تكونوا معانا في تغطيتها ان شاء الله يا دكتور. شكرا جزيلا. طيب هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم، والفقره الاخيره هينورنا فيها طبعا يعني صديقنا العزيز جدا كابتن صديق الجمال بعد الفاصل.